السلام عليكم، احنا اليوم تاريخ 11/6/2024، طبعا فرحة كبيرة 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 على قلبي لهي العائلة المحترمة كثير. اليوم اجى اثنين شباب ذكور محترمين، صحتهم كويسة، العائلة كثير طيبة ومحترمة، انتظروا لمدة 14 سنة، بعد 14 سنة انتظار، بعد 6 محاولات أطفال أنابيب، كان واحدة منهم فشلت سابقا عنا، والخمس السابقات كانوا مش عنا، لكن فشلت وحده، ظل ايمانهم فينا موجود واستمروا معنا. بشكرهم اول شيء، بشكرهم لثقتهم واستمرارهم معنا. طبعا السبب الرئيسي في تاخر الحمل هو مشكله كبيره في فحص السائل المنوي عند الزوج، تشوهات عاليه جدا جدا والحركه تقريبا قليل جدا او صفر، بعد اجتهاد طويل وبعد متابعات كثيره وبعد محاولتهم الجديده اللي عملوها معنا، احنا اليوم بعد اذن الله انتصرنا انتصار عظيم، انتصار كبير لهي العائله، فرحه كبيره، فرحه كبيره كثير كثير. نتمنى من الله سبحانه وتعالى هاي الفرحه تعم مع كل امهات اللي براجعوا عنا. اليوم اجى اثنين هذول الشباب الحلوين السليمين بعد اذن الله سبحانه وتعالى، بعد اجتهاد كبير من مؤسستنا من كل جوانبها، من كل الطواقم الطبيه، من اخصائيين الاجنه، من التمريض، من الاستقبال، من الاطباء، من متابعه الحمل، من اخصائيين دكتور خليل الباسطي، دكاترة المجموعة الموجودين في قسمنا، الدكتورة براء والدكتورة تقوى وجميع الدكاترة الموجودين. أنا بشكركم جميعا على هذا التعب وهذا الجهد، هذا الأمل اللي نعطيه للناس كل يوم، هذا مش بسيط. هاي الفرحة اللي اليوم شفناها على الأهل، هاي فرحة عظيمة كبيرة، هاي من ربنا سبحانه وتعالى. نتمنى الخير لكل الستات، طبعا هذا الخير بيجي من الله سبحانه وتعالى، لكن باجتهادنا احنا تقينا سلامة الحيوان المنوي، استخدمنا الحاضن الذكي، واستخدمنا محفزة الكهرباء، استخدمنا كل التقنيات الجديدة اللي احنا نستخدمها في انجاح الحالات، في التصرف السليم في الوقت السليم، ونجحنا كثير مع هاي الحالة. ربنا سبحانه وتعالى اعطاهم وعيدينا، وفرحتنا كبيرة كانت معهم. انا اليوم بحمل هذا التوم وانا بفتخر انه احنا بنقدر ننجز ونعمل اشي، بنقدر نساعد ناس، بنقدر نعطي ناس، لانه مش دائما فرحة الطبيب تكتمل الا فرحة يوم يكون الاهل حملوا اولادهم بين ايديهم. هذا الامر مش بسيط، هاي المعاناة الطويلة بدها سنين، هاي المعاناة اللي بيعانوها الاهل في الخوف من الفشل، هذا طبعا اشي كبير انه اليوم ننجح ونفرح معاهم. انا اليوم سعيد جدا، بتمنى لهم خير، بقول لكل امهات لا تقنطوا من رحمة الله. يعني مشكلة كبيرة في فحص السائل المنوي في تاريخ اليوم 11/6، اليوم اجى هذا التوم الجميل. اشكر ربنا سبحانه وتعالى. كمان بقول لكل الستات لا تقنطوا من رحمه الله، بقول لامتنا لا تقنطوا من رحمه الله، ان شاء الله النصر قادم، ان شاء الله نقدر نحقق النصر للشعب الفلسطيني اللي هو بيعاني كل يوم، وهذا واجبنا نذكر في هاي الماساه اللي بتمر علينا امام عيوننا كل يوم، وبتخلينا ننتكس، لكن بتخلينا نستمر ونقاوم عشان نقدر نساعد الاجيال القادمه يكون صحتهم سليمه والعائلات تكون عندهم اطفال سليمين. احنا واجبنا من نفذه، بندعو لاهلنا، وكمان نحكي لكل العائلات ان شاء الله يا رب الخير تتوفقوا ويجي عايدينا. بشكر الجميع. 11/6/2024 توم شباب، العائل بعد انتظار 14 سنه، بعد 6 محاولات اطفال انابيب، السبب الرئيسي نقص في عدد الحيوانات المنويه، فشلنا معهم مره، امنوا فينا واستمروا معنا والحمد لله نجحوا، والنجاح من الله، لكن بتسم لهم والنا. شكرا، مع السلامه.